والمسلم أولى ثروتنا، والرحمة اسم ومسمى، أضحت مفتاح سعادتنا. للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبائي مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم جميعا في برنامجكم عيادة الرحمة. في البداية بقول لحضراتكم كل عام وأنتم بخير، وجمعنا الله وإياكم إن شاء الله العام القادم على عرفات إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. النهاردة هنستكمل سلسلة حلقاتنا اللي بدأناها بعنوان الغدة الدرقية حقائق وأوهام. النهاردة الحلقة الرابعة في هذه السلسلة. بدأنا هذه السلسلة بنحاول فيها أن احنا نصحح بعض المفاهيم الخاطئة والأخطاء الشائعة عن الغدة الدرقية، سواء بدأناها بفكرة عن الغدة وأعراضها وأعراض الخلل والأعراض التشخيصية، والنهاردة هنحاول نستكمل بقى المفاهيم الخاطئة في تشخيص الغدة وفي علاج الغدة. للي ما كانش متابع معنا الفترات اللي فاتت، هنقول إن احنا اتكلمنا قبل كده عن الغدة الدرقية، هي واحدة من الغدد الصماء، أهميتها تكمن في إفرازها، إنها بتفرز هرمون، هذا الهرمون يؤثر على كل خلية وكل نسيج في الجسم. عندنا نوعين من أنواع الخلل في الغدة الدرقية، إما خلل في الحجم سواء تضخم الغدة الدرقية أو خلل في الإفراز، إنها بتفرز زيادة أو بتفرز قليل. وقلنا إن مفيش تناسب بين الحجم وبين الإفراز، بمعنى إن ممكن تبقى غدة درقية متضخمة وإفرازها قليل، أو غدة درقية مش ظاهرة في الكشف حتى بالنسبة للطبيب ومع ذلك بتفرز كمية كبيرة. إحنا النهاردة هنبتدي نركز إن شاء الله، إن ربنا بارك لنا في الوقت، على المفاهيم الخاطئة في التشخيص والمفاهيم الخاطئة في العلاج إن شاء الله. إحنا قلنا في التشخيص دايما في أعراض بتبقى قلناها بالتفصيل المرة اللي فاتت، سواء زيادة النشاط أو قلة النشاط، قلنا ملخصها بالظبط كده إن لو الصورة دي قدام حضراتكم، إما صورة تتحرك بسرعة يبقى دي زيادة نشاط، لأن ده هرمون النشاط اللي بيخلي كل حاجة تشتغل بسرعة، فبالتالي معدل حرق سريع، طاقة بتتحرق كتير، فيحصل فقدان في الوزن، يحصل ضربات سريعة في القلب، يحصل رعشة في الأطراف، يحصل عرق غزير، يحصل أرق، يحصل توتر، يحصل عرق غزير، دي كلها أعراض زيادة. أو أعراض النقص العكس، الصورة بقى بتمشي بالبطيء خالص بكل خمول، زيادة في الميزان، ضربات قلب هادية، خشونة في الجلد، سقوط في الشعر، كثافة في الدورة الشهرية، ده ملخص اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. طيب هل الكلام ده لو أنا جالي مريض أو مريض باللي بيسمعونا دلوقتي عنده سواء أعراض الزيادة أو أعراض النقص، ينفع يعتمد على هذه الأعراض وياخد علاج؟ يعني لو كانت كل الأعراض بالظبط زي ما أنا بقولها دلوقتي موجودة، هل ده كافي إنه يبتدي علاج؟ الحقيقة لا. ما يصحش ابدا ان احنا نلعب في هرمونات الجسم، وزي ما قلنا ده هرمون النشاط في الجسم، ده هرمون المسؤول عن التمثيل الغذائي في الجسم، ما ينفعش ابدا ان احنا نعتمد على الاعراض، لان في تشابه كتير زي ما قلنا قبل كده في الاعراض بين اعراض زياده نشاط الغده الدرقيه واعراض القلق والتوتر، اعراض بعض الهرمونات التانيه زي هرمون الادرينالين ونور الادرينالين، وكذلك نقص الغده الدرقيه، في تشابه بين اعراض قصور الغده الدرقيه واعراض زي اعراض مثلا الفشل الكلوي المزمن، زي اعراض مريض بياخد كورتيزون فتره طويله، امراض التهاب الرئه المزمنه والتمدد الرئوي برضو بتعمل تورم في الوجه وهكذا. عشان كده نمره واحد، لا يمكن ان احنا نلعب في هرمونات الجسم من غير او ندي علاج من غير تحليل. طب هل الكلام ده بيحصل؟ بيحصل طبعا، وحضراتكم سمعتوه معانا في الحلقات اللي فاتت لما اتصلت للبنات الصغيره اللي بيعملوا ريجيم، والاخوه اخصائي العلاج الطبيعي بعضهم يعني ما اعرفش عن عمد او عن جهل بيستخدم الالتروكسين كوسيله للتخسيس من غير ما يعمل الهرمون الغده الدرقيه، على اساس ان هو دواء بيعمل نشاط زياده وبيخسس فبيستخدمه، مش مدركين ان احنا لما تكون الغده الدرقيه طبيعيه والافراز طبيعي وانا اضيف هرمون يبقى انا بعمل زياده في نشاط الغده الدرقيه بايدي. طب هيخسس، بس مع التخسيس ده عندنا سله كبيره كده من الاعراض الجانبيه اللي هي بالظبط زي مريض عنده زيادة نشاط في الغدة الدرقية، لأن بيبقى خسسان مرضي مش خسسان صحي. فبالتالي حكاية إن الناس بتاخد علاج من غير تحليل موجود بالنسبة الزاد بالنسبة للتخسيس، صحيح ده مش وارد بالنسبة للناس تاخد علاج زيادة الغدة الدرقية. طيب الحاجة التانية بقى، مش بس كده، مش بس ماخدش علاج من غير تحليل، ده مفيش تعديل في جرعة الدواء من غير تحليل.
يعني انا مفاجئ بعض الناس مثلا عاملين عمليات مثلا استئصال الغده الدرقيه وخدوا علاج وبيزود الجرعه ويقلل الجرعه على حسب الاعراض او يوقف الدواء خالص لمده سنه او سنتين. لا، لا يوجد قاعدتنا الذهبيه في الغده الدرقيه لا تعديل بدون تحليل، سواء واحنا بنعالج نقص النشاط سواء احنا بنعالج زياده النشاط. وهنشوف دلوقتي ازاي بنعدل على في زياده النشاط وازاي بنعدل في نقص النشاط، لان كل مرض له قواعده واصوله في الزياده او التنقيص. لان احنا عاده التعديل بتاعنا في الغده الدرقيه عاده بيبقى كل 6 أسابيع، الا في ظروف استثنائيه زي الحمل بنبقى مستعجلين شويه وعايزين نظبط عشان خاطر الجنين، فبنعمل التعديل كل 4 أسابيع. طيب ايه التحاليل اللي اعتمد عليها؟ يعني لو اي مريض بيسمعني سواء عنده هذه الاعراض او ما عندوش او في تاريخ عائلي للاصابه بامراض الغده الدرقيه، احنا قلنا دايما الغده الدرقيه من الامراض اللي فيها تاريخ عائلي. بمعنى ايه تاريخ عائلي؟ يعني مثلا ممكن بالذات طبعا احنا لما بنيجي نتكلم عن الغده الدرقيه هتلاقينا دايما بنتكلم اكتر على السيدات لانهم اكثر اصابه بامراض الغده الدرقيه. فتلاقي الام عندها مثلا زياده نشاط في الغده الدرقيه او نقص نشاط، البنت عندها التهاب غده مناعي، اختها عندها نقص النشاط. يعني مش بالضروره ان يكون نفس المرض موجود، هو خلل في الغده الدرقيه، اما خلل في الحجم او خلل في الافراز، وخلل في الافراز يشمل كل انواع الخلل في الافراز سواء النقص او الزياده او التهاب الغده المناعي اللي احنا ممكن اتكلمنا عنه مره قبل كده، انه ده بيبقى فيه كل المراحل، ممكن يجي الاول بزياده وبعدين نقص وبعدين ترجع طبيعي. اذا طيب احنا لو احنا بنشخص يبقى بنعمل التحليل. اول تحليل مهم جدا واتمنى ان كل المرضى اللي هيتواصلوا معانا لازم يكون عارف عنده الخلل عنده فين، في الحجم ولا في الافراز. كل احبائنا مشاهدي قناه الرحمه اللي هيتصلوا بينا عشان هو يستفيد وتكتمل الفايده كمان بالنسبه لمشاهدينا عشان خاطر يستفيدوا. تبقى عارف الاول انت عندك خلل في الحجم وخلل في الافراز، واذا كان في خلل في الافراز يا ترى زياده ولا نقصان، اسم الدواء اللي حضرتك بتاخده، اخر تحليل اللي احنا هنقوله دلوقتي بقى اللي هو ايه؟ التي اس اتش، اهم تحليل في الغده الدرقيه. لو انا المريض مثلا ظروفه ما تقدرش يعمل التحليلات كامله وعايز يعمل تحليل واحد للغده الدرقيه يبقى هو تحليل التي اس اتش. التي اس اتش ده يديني فكره قويه جدا عن نشاط الغده الدرقيه. طيب التحليل الثاني هو الهرمونات اللي بتطلع من الغده الدرقيه اللي هو الفري تي 4 وتي اس اتش. ودايما السؤال اللي بنتساله، ازاي انا مثلا عندي قصور في الغده الدرقيه والتي اس اتش يطلع عالي، او عندي زياده في نشاط الغده الدرقيه والتي اس اتش قليل؟ التي اس اتش هو هرمون منظم للغده الدرقيه لكنه ما بيطلعش من الغده الدرقيه. التي اس اتش بيطلع من الغده الاساسيه اللي دايما بنقول عليها دي رئاسه الوزراء اللي هي الغده النخاميه. الغده النخاميه اللي بتنشط اللي بتسيطر على نشاط كل الغدد الصماء اللي موجوده في الجسم، فبتطلع هرمون ينشط الغده الدرقيه، بتطلع هرمون ينشط الغده الكظريه، بتطلع هرمون ينشط الاعضاء التناسليه، بتسيطر على الهرمونات اللي موجوده في الجسم كله. فالتي اس اتش ده بيطلع من الغده النخاميه ينزل على الغده الدرقيه ينسق نشاطها، اذا كانت بتفرز زياده يهديها شويه، اذا كانت بتفرز كتير يقللها شويه، بنظام اسمه التغذيه المرتده. بمعنى ان كل ما تي اس اتش كل ما الفري تي 4، فري تي 4 اللي معروف عند كل الناس بقى تي 3 وتي 4. طيب هنكمل بعد ما ناخد اول اتصالاتنا النهارده. مدام سميه منين؟ الو. اهلا وسهلا مدام سميه من الاقصر. الو السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا مدام سميه. اتفضلي. انا عندي يا دكتور اختي اختي مريضه بقصور في الغده الدرقيه. يا مدام سميه وطي صوت التلفزيون شويه وعلي صوت حضرتك. وبتتعالج الو. اتفضلي يا فندم اتفضلي. اختي عندها قصور في الغده الدرقيه وبتتعالج من كذا سنه وحصل لها حمل وحملت فعلا ووضعت طفل، فاستشارت بعض الاطباء قالوا لها ما تردش الطفل ده لانه هيتاثر. هل هو فعلا الطفل ده هيتاثر؟ يا مدام سميه يا مدام سميه بعد اذن حضرتك بشويه بالراحه شويه بس كده وعلي صوتك بعد اذنك. انا اختي مريضه اختي عندها قصور في الغده الدرقيه. عندها قصور في الغده الدرقيه ووضعت طفل وحصل حمل. حصل حمل وهي حاليا بتعالج، يعني بتاخد دواء الغده بتاخد الالتروكسين. ايوه بتاخده. طيب وتحليل عليه
وأثناء الحملة برضه كانت بتاخده، وبعد الولادة حاليا بتاخده. فهي بس مش عارفة الطفل اللي بترضعه ده ترضعه طبيعي ولا صناعي؟ يعني هي طيب بترضعه طبيعي بس فخايفة إن الطفل يتضر أو كده. حاضر حاضر، يعني هو الطفل الحمد لله كويس؟ لا الحمد لله الطفل سليم. تمام. وهي آخر تحليل ليها يا مدام سمية إيه؟ هو آخر تحليل غدتها مظبوطة. الغدة مظبوطة. سؤال حضرتك على الرضاعة. ايوه لا هي بترضع بس خايفة. طيب. يعني انا سؤالي عن ان هل تستمر في رضاعته طبيعي، لانها سمعت بعض الاطباء بس قالوا لها ان ممكن يتأثر من اخذها دواء الغدة اثناء الرضاعة. طيب هي خالته اثناء الحمل يا مدام سمية، يعني خالته. أيوة. خالت العلاج اثناء الحمل والطفل الحمد لله كويس، هنخف في الرضاعه احنا خدناه في الحمل ان شاء الله ما فيش حاجه. حضرتك حاضر، كل سنه وحضرتك طيبين، شفاها الله وعافاها ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي هنكمل كلامنا. يبقى احنا عندنا تحاليل الغده الدرقيه فري تي اس اتش ده رقم واحد، وقلنا ده بيطلع من الغده النخاميه وبينظم وظيفه الغده الدرقيه، وبعدين فري تي 4 وتي فري تي 4 وفري تي 3. احنا عاده عشان تي 3 ده في اختلاف شويه وفي عدم دقه في التحليل، فبنسيب تي 3 دلوقتي، ودايما احيانا بيطلع نشاز شويه، فبنخلي التحليلين لكل اللي بيسمعوني وعايزين يقيموا نشاط الغده الدرقيه تي اس اتش ده الاساس وده المهم، ولو هنعمل تحليل واحد يبقى تي اس اتش. الحاجه الثانيه الفري تي 4 تي 3 ده يطلبه الدكتور. طب كلمه الفري، هل في حاجه غير الفري؟ احنا دايما معظم الناس حافظه تي 3 وتي 4 اللي هو جزء كلي، قلنا يعني قبل كده مرارا وتكرارا ان هرمون الغده الدرقيه موجود في الدم في صورتين. الصوره الاولى موجود في صوره متحده مع البروتينات، وده خامل ما بيعملليش مفعول. الجزء الثاني جزء الحر، وده يمثل حوالي اقل من 1% في تي 4 واقل من 2% في تي 3، لكنه ده الجزء النشيط، ده الجزء اللي بيعمل شغل. فعشان كده احنا دلوقتي بنعتمد ان احنا نحلله مباشره. يبقى اذا احنا هنتفق كده ان تحليل نشاط الغده الدرقيه 3 تي 4 وتي اس اتش. نشوف بقى الصوره والشكل اللي موجود 3 تي 4 وتي اس اتش في 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 درجات المرض المختلفه. يعني في نقص النشاط الغده الدرقيه ما بتطلعش 3 تي 4 على طول، التي اس اتش ينشط ويزيد عشان ينشطها تطلع. فالصوره اللي تبقى عندي في التحليل ايه؟ 3 تي 4 قليل وتي اس اتش زايد. ده في الدرجات الشديده. احيانا تبقى الدرجه خفيفه شويه، يعني 3 تي 4 يقل. خدوا بالكم بالكلام ده عشان مهم جدا. ال 3 تي 4 احيانا يقل بس لسه ما نزلش تحت الطبيعي. التي اس اتش لانه ده متابع ونشيط، اول ما يحس بس ان ال 3 تي 4 بينزل لتحت لسه ما نزلش تحت الطبيعي، على طول التي اس اتش يزيد. عشان كده بنعمل التي اس اتش، لانه اول حاجه بتتاثر واخر حاجه بتتظبط. يعني دايما التغير في التي اس اتش يظهر بدري قبل ال 3 تي 4. يعني لو في حد لسه غده درقيه بتشاور نفسها كده لسه بدا يحصل لها نقص، نلاقي التي اس اتش بدا يعلى عن الخمسه والفري تي 4 لسه طبيعي. معانا اتصال تاني، الاخت ام يوسف من الدقهليه. اهلا وسهلا، اتفضلي يا ام يوسف. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك انا عندي هكلم حضرتك فيه بعيد شويه عن الغده الدرقيه وكده. عندك ايه؟ انا يعني هكلم حضرتك في موضوع تاني بعيد عن الغده الدرقيه. يعني اتفضلي. انا عندي ابني عنده 11 سنه وطوله يعني مش زي زمايله، على العلم ان العيله بتاعت والده يعني بيمتازوا بالقصر وكده. فهل انا لو رحت للدكتور غده صماء ممكن ان هو فعلا يعالج لي المشكله دي بدون اي تاثير على بقيه مثلا الاعضاء او كده؟ تمام. انت حضرتك بالنسبه للطول فارق يعني عن زمايله فارق جامد يعني؟ يعني فارق اقل يعني. ايوه يعني في الفصل يعني في الفصل يا ام يوسف. مع ان اخوه اكبر منه بس طوله معقول يعني بزمايله. يعني هو في الفصل واضح جدا. أيوة عن زمايله. ايوه يمكن اثرهم. طيب وانت عيله والده يعني عندهم ايوه الحقيقه بيمتازوا بالقصر. بيمتازوا بالقصر ولا بالطول؟ ايه؟ لا بالقصر الحقيقة، هما مش طوال. طيب وعيلتك انت؟ لا انا عيلتي ما شاء الله كلهم يعني لا ما شاء الله طوال كويسين. طيب ماشي، يعني هو طالع لوالده يعني. ايوه. طيب ماشي، مش جاوب حضرتك. حاضر، متشكرة جدا. شكرا يا دكتور. سؤال عن الطول ماشي. يا ريت بس الاخوة في الكنترول يعلوا الصوت بس بتاع الايه الاتصالات شوية عشان الصوت واطي شوية. طيب احنا الصورة بالنسبة لنا في نقص الغدة يحصل التي اس اتش يبقى زايد والفري تي 4 يبقى قليل، لو درجة خفيفة
التي اس اتش يتاثر الاول ماشي. طيب لكن في زياده نشاط الغده، زياده نشاط الغده على طول الهرمون بيطلع بالزياده اللي هو الفي تي 4 يبقى زايد، التي اس اتش يبقى عكسه قليل. طبعا ده بيحصل في 99% من الحالات، في يعني استثناء بسيط اللي هو بيبقى القصور بقى مش في الغده الدرقيه، القصور جاي من فوق من الغده النخاميه نفسها، الغده النخاميه نفسها فيها خلل فما بتطلعش تي اس اتش، فيبقى التي اس اتش قليل والفري تي 4 قليل، ودي درجه يمكن حالات قليله شويه. لكن احنا بنتكلم في القاعده، في القاعده عشان خاطر اي حاجه غير القاعده دي يبقى يفسرها لحضرتك الطبيب على حسب الحاله. طيب الحاجه الثانيه، هل ده لوحده يعني في تقييم النشاط الغده الدرقيه دول لوحدهم كفايه؟ لا، ده الاساس، ده اللي يتعمل لكل مريض. في حاجات بنعملها على حسب الحاله، يعني مثلا في نقص الغده اذا قلنا قبل كده ان في حاجه اسمها اجسام مضاده للغده الدرقيه. الغده الدرقيه بتتميز الاجسام المضاده اللي عندها فيها نوعين من الاجسام المضاده، اما اجسام مضاده هدميه تثبيطيه يعني بتكسر في الغده، او اجسام مضاده تنشيطيه. لما بيبقى مريض جاي لي وعنده او مريضه وده الاغلب فري تي 4 قليل والتي اس اتش عالي، عاده بندي التروكسين حتى لو ما عملناش الاجسام المضاده. لكن ايه قيمه الاجسام المضاده؟ لو درجه خفيفه، لو في درجه خفيفه من درجات النقص، خصوصا في السيدات في السن اللي فيه حمل، اللي فيه رغبه انه يحصل حمل، دايما في دول التي اس اتش بيبقى له ارقام معينه بنحب نوصلها انها تحت التي اس اتش، ما بيبقى الجسم حساس جدا لاي درجه نقص تحصل، ما بنبقاش عايزين اي درجه نقص تحصل، بنبقى يعني اجريسيف او عندنا شده شويه في ان احنا نصلح الغده الدرقيه قوي. يعني اذا التي اس اتش في الناس العاديين في السيدات العاديات يبقى مثلا تحت الاربعه ونص خمسه او سته حسب التحليل، في الغده الدرقيه حسب الارقام الجديده من منظمه الغده الدرقيه الامريكيه لازم التي اس اتش ينزل تحت الاثنين ونص. طيب دول لو درجه خفيفه بتشاور نفسها ومع الحمل على طول النقص بيزيد، فانا بعمل الاجسام المضاده ليه؟ بستكشف الوضع، يا ترى في حاجه شغاله في الجسم ولا مفيش. لو في اجسام مضاده ايجابيه ودرجه نقص الغده خفيفه، لا لازم اعالجها كويس، لان لما تبقى الاجسام المضاده موجوده يبقى انا متوقع ان غالبا الحاله دي هتخش في نقص غده واضح بعد كده والدرجه هتزيد، غير ما تبقى سلبيه مفيش حاجه مفيش تكسير في الجسم. لكن حتى لو الغده الدرقيه دلوقتي كويسه بس في اجسام مضاده شغاله يبقى متوقع على طول ان ايه في الاخر هتقلب نقص نشاط غده درقيه. بالنسبه لزياده الغده بقى، في اجسام مضاده تنشيطيه، لكن الحقيقه دي احنا بنعملها في ظروف معينه لما تبقى حاله جديده وعايزين نشوف يا ترى، لان الموضوع بالنسبه لزياده نشاط الغده الدرقيه مختلف شويه. نقص النشاط الى حد ما سبب يعني اسبابه مش كتير، او كل الاسباب بتؤدي لحاجه واحده في الاخر هي نقص النشاط. زياده النشاط ليها اكتر من شكل، اما ان الغده كلها على بعضها بتشتغل وبتفرز. معانا اتصال، معانا الاخ ابو عمر من الفيوم. اهلا وسهلا، اتفضل يا اخ ابو عمر. دكتور اهلا وسهلا، كل عام وانت بخير. وانت بصحة وسلامة، الله يكرمك. تفضل. بالنسبه دكتور للجانب اليمين وجانب اليسار، بصحى من النوم الاقي اجنابي كلها يعني فيها الم شديد من قدام ومن ورا، وبالنسبه برضه للجانب اليمين ده في البطن، الجانب اللي في البطن يعني جنبك يعني اتفضل. يعني عند بطني بس ايه، بيبقى في الم من عند بطني والم من عند ايه، من عند ظهري كده يعني من عند الكلوه كده، الناحيتين مره كده ومره كده يا ابو عمر. الاثنين. طيب الكلام ده مرتبط معاك بايه، بالاكل ولا بالحركه ولا بالانفعال؟ لا 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 لا، لا لما ابقى قايم من النوم يعني ساعه ما بعد ما اقوم من النوم. طيب لما بتاكل يزيد ولا ايه؟ لا لا يعني هو هي لما هي بس بتحصل عندي الفتره بتاع الصبح. صبح بس يعني. لكن مفيش اي تغير في الطبيعه او تغير في البول؟ لا لا لا. انت عندك اي مشاكل في الكليتين قبل كده؟ لا لا مفيش حاجه خالص. ما بتاخدش علاج للبقرص ولا اي حاجه؟ نعم؟ يعني ما بتاخدش علاج لاي حاجه تانية غير كده؟ لا هو بس ايه ال القولون هو ساعه ما يعني ايه هو ساعات بيتعبني القولون. طيب بيبقى يعني ايه هو يعني ساعه ما اتعصب. طيب بيبقى بيتعبني جامد. بص يا ابو عمر، انت عملت اشعه تلفزيونيه على البطن؟ عملت. طلعت كويسه؟ نعم طلعت كويسه. لا لا ما فيش حاجه خالص، ما فيهاش فيها اي مشاكل. لا لا ما فيش حاجه. الموضوع ده بيجي ويروح. لا هو دائما بقاله كده اسبوعين يعني لازم يجي كل يوم. انت بتتعرض لتيارات برد او حاجه، او بتشغل تكييف او مروحه او حاجه؟ لا بس يعني مش قوي يعني المروحه والمغطيه وكده، بس ما فيش اي حاجه خالص. طيب ماشي، هجاوب حضرتك. حاضر، شفاك الله. بالنسبه للدكتور بعد اذنك انا اسف. ماشي طيب ماشي، ربنا ييسر ان شاء الله.
بس يا ريت يعني دايما يا ريت النهارده كده بس تسمحكم تبقى اتصالاتنا في موضوع البرنامج، يعني عشان تتم الفائده ونبقى مركزين كلامنا كله في اتجاه واحد عشان خاطر الفائده ان شاء الله تتم ان شاء الله. طيب كنا بنتكلم على زياده نشاط الغده، دي مش حاجه واحده، اما ان الغده كلها زايده على بعضها، كل الخلايا بتفرز، ده اسمه مرض جريفز وله خصائص معينه بيجي في السيدات في سن صغير من 20 ل 40 سنه، ودايما بيبقى معاه حاجات جحوظ في العين، بعض الاعراض اللي في الجسم خاصه بالنوع ده من زياده نشاط الغده، او ان في عقده يعني مش الغده على بعضها، حته منها جزء منها هو ده اللي بيفرز الهرمون وبقيه الغده سليمه، ده اسمه تضخم عقدي احادي، او ان يكون هذا التضخم العقدي موجود بس عقد كثيره بنسميه تضخم متعدد ايه العقد، يعني عقد كثيره هي اللي بتفرز. الاجسام المضاده التنشيطيه بتبقى موجوده في حالات التضخم كله على بعضه اللي هو مرض جريفز، فبتهمني في ده. الحاجه الثانيه اللي بعملها فيها لما تبقى سيده عندها جريفز وبعدين حصل لها حمل وباجي في الثلث الاخير من الحمل بعمل الاجسام المضاده التنشيطيه دي، لو لقيتها ثلاث اضعاف الطبيعي لازم اعمل موجات صوتيه على الطفل بقى اللي على الجنين اللي موجود، لانه لما تبقى الاجسام المضاده دي مشكلتها انها بتعدي المشيمه للطفل. فلو السيده عندها مرض جريفز اللي هو الغده على بعضها كبيره والاجسام المضاده موجوده بنسبه ثلاث اضعاف الطبيعي خصوصا في الثلث الاخير من الحمل، يبقى على طول لازم الطفل ده يتحط تحت او الجنين لما يبقى لسه في البطن، وبعد كده اول ما يتولد لازم نعمل له الغده الدرقيه ونعمل له موجات عشان نتبين اذا كان في اي تاثير لهذه الاجسام المضاده، لان الاجسام المضاده التنشيطيه دي زي ما راحت على الغده الدرقيه بتاعت الام وخلتها تفرز بالزياده زياده النشاط، هتروح على الغده الدرقيه بتاعت الطفل وبرضه تزود افرازها تعمل افرازها بالزياده، يبقى دي الاجسام المضاده التنشيطيه. الحاجات الثانيه اللي بنعملها بقى كفحوصات للغده الدرقيه او لتشخيص الغده الدرقيه الموجات الصوتيه. احنا قلنا في اول حلقه ان عندنا مشكله في الحجم وعندنا مشكله في الافراز. اللي احنا قلناه دلوقتي الفري تي 4 والتي اس اتش والاجسام المضاده دي كلها افرازات. لكن اللي قيم لي الحجم هو الاشعه الموجات الصوتيه على الرقبه. في حالات زياده الغده زياده نشاط الغده طبعا ده مهم، احنا لسه قايلين اما تكون كلها زايده او تضخم عقدي او تضخم متعدد، اذا مهم الموجات الصوتية مهمة في الاثنين لكن أكثر أهمية في زيادة النشاط. نقص النشاط لو في نقص نشاط عادة بيبقى مرض اسمه هاشيموتو اللي هو خلل في جهاز المناعة، تكون الغدة الدرقية متضخمة ومع ذلك عندها إيه ما بتفرزش. إذا الموجات الصوتية مهمة في الاثنين. طيب في بقية الفحوصات بقى بنعملها بس بتبقى أكثر في مريض زيادة نشاط الغدة. يعني إحنا دلوقتي عملنا خلاص عملنا الفري تي 4 والتي اس اتش لقينا الفري تي 4 زايد والتي اس اتش قليل. عملنا الاجسام المضاده التنشيطيه لقيناها ايجابيه او سلبيه. عملنا الموجات الصوتيه لقيناها كبيره. احنا عندنا زي ما قلت ان زياده نشاط الغده له اكثر من شكل. لو كله زايد على بعضه فبتبقى الموجات الصوتيه كلها ميه واحده. كل التضخم الغده كلها متضخمه على بعضها واجسام مضاده تنشيطيه موجوده خلاص يبقى ده جريفز. طيب لو لقينا جزء عقدي منها والاجسام المضاده التنشيطيه سلبيه ده اسمه تضخم عقدي. طيب نفرق ازاي؟ يعني احنا احيانا برضو الموجات الصوتيه ما بتبقاش مفرقه قوي ما بتبقاش الموضوع واضح قوي. عندنا في حاجه اسمها معدل امتصاص اليود المشع. في حالات بتبقى الهرمونات زايده في الدم. يعني عملت تحليل الدم لقيت الهرمونات زايده. ومع ذلك مفيش زياده نشاط في الغده الدرقيه. هنعرف ازاي؟ هنعرف ان شاء الله بس بعد هذا الاتصال. معانا ام ايمن من الدقهليه. السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه ازي حضرتك يا دكتور؟ انا بقول لك امي اتفضلي. دلوقتي انا ابني من صغره وهو حالته نادره، هو عنده دلوقتي الهرمون الادرينالين والكورتيزون عاليين على طول بس في التحاليل ما فيش اي حاجه. هو عنده كام سنه يا ام ايمن؟ دلوقتي عنده 15 سنه بس كان بيتحجز في الاطفال وعملت له رنين بالصبغه على الغده الكظريه وعلى غده، يعني عملت له حاجات كثيره. طيب خلاصه الحاجات دي طلعوا لك قالوا لك ايه في الاخر يا ام ايمن؟ والله كان بيتحجز في الاطفال وفي التامين وفي كل حاجه ما كانش بيطلع في اي حاجه لدرجه يعني ان يعني الهرمونات لما كانت بتتعمل كانت بتطلع كويسه؟ كويسه. طيب لما عمل اشعه مقطعيه على الغده الكظريه ظهر فيها اي اورام او حاجه؟ لا. طيب هو الولد ايه المشكله اللي عنده؟ المشكله الكلينيكيه اللي عنده ايه؟ المشكلة عنده الوقت اللي هو بينزف ضغطه بيعلى فجأة وبينزف بالذات هو نايم، الهرمون الادرينالين ما بيعلاش الا هو نايم، وبيتعالج نفسيا بسبب الهرمون بتاع الادرينالين ذات نفسه برضه. لا تاني بعد اذنك، يعني هو دلوقتي بياخد علاج نفسي
ايوه انت ايه اللي عرفك ان الهرمون الادرينالين بيعلى بيعلى بالليل؟ انت بتسوي استروجين؟ لا الوقت في يعني علامات ظاهره جدا على جسمه، التشريح احمر تحت البطن وبطنه وتدويره بطنه ذات نفسها، والوشه وشه يعني في دكاتره كتير احترف امره هنا. لا استني بس استني بس، الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده ده هرمون الكورتيزون مش الادرينالين، ان هو تظهر العلامات على جنب وشه يبقى مدور شويه، في زياده ميزان في الجزء الاعلى، يعني الجزء الاعلى هو اللي وزنه مليان من فوق ورجليه رفيعه، هل ده اللي موجود عنده؟ طبيعيه، رجليه طبيعيه. رجليه طبيعيه. طيب اصل الهرمون الكورتيزون سهل، هتعمليه صايم يعني الساعه 8 الصبح 4، لما عملت الكورتيزون طلع طبيعي؟ طلع طبيعي. المشكله اللي انا عملت له في ام اي قبل كده في المستشفى طلع النسبه عاليه، بعد كده اتعمل كذا مره ما بقيت حاجه في المستشفيات. ايه عملتي له ايه؟ عملتي له ايه؟ تحليل في ام اي تجميع بول 24 ساعه. ايوه. فما طلعش، طلعت اول مره النسبه عاليه واتحجز على هذا الاساس. بعد كده بدات ما تطلعش النتيجه عاليه ولا اي حاجه، تطلع النسبه عاديه. وزنه بيخس؟ ايه؟ وزنه ميزانه بينزل؟ لا ده هو بيزيد في الميزان. يعني هو ايمن دخل الوقت على 100 كيلو. ضغطه لما بتقيسه ضغطه بيطلع كام؟ الضغط بتاعه ده وصل 200 على 100. وصل 200 على 100 بس متقطع، يعني يبقى 200 على 100 وفي اوقات يبقى طبيعي. وفي اوقات بينزل خالص. من غير علاج. ايه؟ من غير علاج، يعني ينزل بالعلاج ولا من غير علاج؟ لا الوقت بياخد معلي العلاج ما عادش بيأثر معاه لأن ضغط الوقت على طول عالي. بياخد علاج ايه للضغط يا ام ايمن؟ بياخد منا بريس وبياخد كونكور 2.5. طيب بص يا ام ايمن، انت اخر تحاليل عملتيها امتى؟ انا عاملاها لسه قريب، عامله له تحاليل ب 2.5 خاصه للغده النخاميه. تمام. وتحاليل الغده الكظريه. طيب بص، انت لما عملت التحاليل دي لما عملت التحاليل الخاصه دي كان بياخد علاج نفسي وقتها؟ بياخد ديباكين وبياخد كلوزابيكس وبياخد كوجنتول. طيب هي مبدئيا كده، مبدئيا القاعده في تشخيص الاورام او علاج الغده الكظريه اللي هي الادرينالين والكلام ده، اول خطوه بنعملها يا ام ايمن ان احنا بنبطل، لان الادويه دي بتشتغل على الدوبامين، في ادويه كتير فيها بتشتغل على نفس المواد بتاعه الغده الكظريه، ماشي؟ فاول حاجه بنعملها قبل ما نعمل التحاليل ان احنا بنبطل كل الادويه دي لمده اسبوعين. يعني لما اجي احلل، عشان بس دي ملحوظه مهمه جدا، ان لما اجي احلل الهرمونات دي لازم ابطل كل ادويه العلاج النفسي لمده اسبوعين، لان ادويه العلاج النفسي معظمها بيشتغل على الدوبامين، وهرمون الادرينالين ونور ادرينالين ده اصله دوبامين، انت واخده بالك؟ فعشان ما يحصلليش خلط، يعني انا اشخص حاجه وما تبقاش مظبوطه، لان انت الكلام في الشيء وعكسه، يعني الغده الكظريه او هرمون الادرينالين هي اسمها فيو كروموسيتوما، دي بترفع الضغط احيانا، بس برضو معاها بتعمل نقصان في الميزان شديد، وهي اصل كذا نوع مش نوع واحد، فانا هستسمحك بس انت التحاليل بتاعتك في حاجه اسمها الميتانيفرين والنور ميتانيفرين، اللي انت فيها تجميع البول، اللي انت بتقولي لها الفي اي ام الفرايل مانديليك اسيد ده ما بنعتمدش عليه قوي، فانت بس جمعي التحاليل لو تعرفي تقريها كويس وكلميني بعد الحلقه عشان ناخد وقتنا بس شويه، افهم منك التحاليل واقدر اوجهك التوجيه ان شاء الله، ان ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله. ماشي؟ شفاه الله وعافاه. طيب احنا هنكمل بقى، احنا كنا لسه بنتكلم قبل ام ايمن ما تتصل على هل ممكن ان هرمون الغده الدرقيه يبقى زايد في الدم ومع ذلك الغده ما بتفرشش زياده، هل ده موجود؟ ده موجود، ودي فايده معدل امتصاص اليود المشع. يعني ايه معدل امتصاص اليود المشع؟ الغده الدرقيه عندها القدره انها تاخد اليود وتاخده عشان تصنع بيه هرمونات. طب احيانا الغده الدرقيه اجي احلل في الدم الاقي الدم فيه هرمونات زياده، اجي اعمل معدل امتصاص اليود المشع الاقي معدل امتصاص اليود المشع قليل. يعني ايه معدل امتصاص؟ قدره الغده تاخد اليود، المفروض ان هي لو بتفرش زياده يبقى عندها قدره انها تاخد يود زياده، الاقي العكس، الهرمون في الدم زياده ومعدل امتصاص اليود المشع قليل. التفسير للموضوع ده ان في حالات من حالات، في سببين الحقيقه، اول سبب ان احنا نلاقي ان في التهاب في الغده، الغده التهبت فرمت كل الهرمونات اللي فيها بره، هي ما بتفرشش زياده ولا حاجه وما عندهاش زياده نشاط لكن عندها التهاب في الغده، وعاده زياده النشاط دي بتبقى مؤقت، ولو جيت اعالجها بعنف على انها زياده نشاط تقلب مني على طول نقص غده. دايما لما ندي علاج لحاله ويكون عندها زياده نشاط
وعلى طول بعد الست اسابيع اللي هي قلبت نقص، لا يبقى لازم اراجع التشخيص بتاعي. يبقى اذا دي ما كانتش زياده حقيقيه، لان احنا زي ما هنشوف علاج الغده الدرقيه والاستجابه بتاخد وقت شويه. يبقى اول حاجه لو في زياده نشاط غده درقيه، لو في زياده نشاط لا يبقى لازم معدل امتصاص اليود المشع زياده نشاط حقيقيه. لكن لو لقيت معدل امتصاص اليود المشع قليل تبقى دي التهابات في الغده، او زي البنات اللي كانوا بيتصلوا بينا في حلقات ماضيه قالوا لنا بياخدوا هرمون الالتروكسين من بره، هي ما عندهاش هرمون الغده من جوه بتفرز طبيعي، لكن الهرمون اللي موجود في الدم ده عشان في وسط الادويه كده خلت الدواء خلت الهرمون من غير ما تعرف، يعني هي بتاخد الهرمون فزود النسبه عندها، ودي زياده غير حقيقيه في نشاط الغده. معانا اتصال، مين معانا؟ رشا من اسوان، اهلا وسهلا. اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، كل سنه وانت واهل اسوان كلهم بخير. كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. الله، تفضلي يا اخت رشا. وكل عام والامه الاسلاميه بخير ويمن وبركات ان شاء الله، والرحمه وقناه الرحمه جميع الاف خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. اكرمك الله، تفضلي. سؤالك يا رشا، تفضلي. الله يخليك، بارك الله فيك. معايا سؤالين يا دكتور. بالنسبه للميكروب السبحي والمفروض السحائي، يعني هل هم الميكروب السبحي والميكروب السحائي؟ اتفضلي سؤالك يا رشا. نعم، اتفضلي سؤالك يا رشا، انا سامعك، اتفضلي. بقول لسيادتك بالنسبه للميكروب السبحي والميكروب السحائي بيجوا من ايه؟ طيب بيش. وهل بيبقى فيهم عدوى عن طريق شرب المياه؟ بالنسبه لل هو بيبقى في الدم طبعا، الميكروب السبحي والسحائي بيبقى في الدم، هل بيبقى فيهم عدوى؟ وهل بيأثر الاعراض بتاعته، الاعراض الجانبيه بتأثر على الرجلين والظهر ولا لا؟ بتأثر على ايه؟ الاثار الاعراض الجانبيه بتاعتهم بتاثر على الرجلين على الركب يعني والظهر. تفضل. ويعني لو يا ريت سيادتك بس تقول ان الاعراض الجانبيه بيجي من ايه، وهو المرض نفسه عامه بيجي من ايه؟ حاضر حاضر يا باشا، اجاوب حضرتك. حاضر. الاخ سيف. ايوه اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. انا حضرتك ابني كان عنده تضخم في الغده الدرقيه، شفاه الله عافيه. عنده كام سنه يا حاج سيف؟ عنده 17 سنه. 17 سنه، اتفضل اتفضل. فعملنا عمليه استأصلنا يعني التضخم ده. فبعد ما عمل عمليه عملنا له تحليل قبل ما ياخد علاج يعني. تي اس اتش طلع عالي، فطلع التي اس اتش 15.2. ماشي. هو عمل استئصال كلي ولا جزئي؟ هو تقريبا جزئي يعني، لان شاف في باقي كده في جزء. هو كان سبب الاستئصال ايه يا حاج سيف؟ يعني شلتوها ليه؟ يعني شلتوها ليه؟ كانت كبيره. ها؟ كانت كبيره، غده درقيه كانت كبيره. يعني كانت ضغط على القصبه الهوائيه؟ لا، كان منظرها كبير بس. بس انت شلتها عشان المنظر يعني؟ اه. تمام. طيب دلوقتي خد التروكسين بعد العمليه؟ عملنا التحليل فكان التي اس اتش 15.2. تمام. فبدا الدكتور اداله علاج التروكسين 50. تمام. فبعد شهر حللت له تاني فلقيت التي اس اتش كده 7.53. تمام. والفري تي 4 1. تمام. انا ما اعرفش حضرتك يعني انت عملت الخطوه اللي بعد كده ايه، نعمل ايه يعني؟ اه طيب تمام. حاضر، اجاوب حضرتك. حاضر، شفاء الله عافية، متشكرين جدا، ربنا يشفي ان شاء الله. طيب يبقى احنا قلنا دلوقتي ان معدل امتصاص اليود المشع من الحاجات المهمه في حالتين، حالات اللي هي ان التهاب الغده، لان ده بيفرق لي عشان ما اعالجش مريض مجرد على تحليل الدم انه عنده زياده غده ويطلع في الاخر المريض عنده التهاب في الغده. اول حاجه الثانيه ان المريض بياخد علاج من بره، ياخد التروكسين نفسه عشان تخس، او بنت صغيره بتاخدها عشان تخس، فاجي احلل في الدم الاقي الهرمون زايد، وفي الحاله دي هديها علاج عشان اقلل زياده الافراز، وهي ما عندهاش زياده افراز ولا حاجه، ده هي بتاخد الهرمون من بره بتعرف عن عمد او عن جهل، ده مش ممكن. فاللي بيفرق لي الموضوع ده هو المعدل امتصاص اليود المشع. طيب لو لقيت معدل امتصاص اليود المشع زايد يبقى الغده دي بتفرز افراز حقيقي والهرمون في الدم زايد. يا ترى، لان احنا في زياده نشاط الغده الدرقيه عندنا اكتر من طريقه للعلاج. نقص النشاط واضح،
هرمون الغده اتشالت او ما بتفرزش، ما اتشالتش بس ما بتفرزش، فبدي علاج تعويضي مكانها، فالامور سهله. لكن زياده النشاط الوضع فيها معقد شويه، بمعنى ان اما زياده النشاط ده سببه ايه وشكل الغده حجمها قد ايه، لان انا عندي اكتر من وسيله من وسائل العلاج، عندي علاج طبي وعندي علاج جراحي وعندي علاج باليود المشع، يعني عندي ثلاث طرق للعلاج. هحدد وبعدين ما في حاجه، يعني كلمه مهمه جدا، ما فيش حاجه اسمها العلاج الامثل لزياده نشاط الغده الدرقيه كذا، يعني ما ينفعش اقول مثلا انا عشان تخصصي في الغدد الصماء اقول احسن علاج لنشاط زياده نشاط الغده الدرقيه هو الادويه، او الجراح يقول احسن علاج لزياده نشاط الغده الدرقيه استئصال الغده، او الدكتور الاشعه التداخليه يقول احسن علاج لزياده نشاط الغده الدرقيه هو اليود المشع، لا ما فيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها كل مريض يناسبه علاج معين، لان مش كل المرضى اللي عندهم زياده نشاط غده درقيه عندهم نفس الاسباب اللي زودت النشاط. اذا كان زياده النشاط مرض جريفز اللي احنا قلنا كلها على بعضها بتفرز، يبقى اذا العلاج بالادويه هيناسبها اكتر. اذا كان مريض عنده تضخم عقدي متعدد، يعني عقد كتيره في الغده وحجم الغده كبير او ضاغط على القصبه الهوائيه، لا يبقى اللي هيناسبه اكتر العلاج الجراحي. إذا كان المريض خد علاج طبي مرة أو اتنين وما استجابش وحجم الغدة قليل وما عندوش جحوظ في العين، يبقى اللي يناسبه أكتر علاج بلود المشع. وحتى السن نفسه، السن بيفرق. يمكن إحنا في بعض البلاد مفضل فيها علاج عن طريق، يعني مثلا في الولايات المتحدة أكتر حاجة بتستخدم في علاج زيادة نشاط الغدة الدرقية هو العلاج بلود المشع، في الوقت اللي كان كل العالم بتخاف منه إنها تديه، عشان خاطر كان الكلام انه ده بيعمل اورام، اتضح بعد كده ان مفيش حاجه من الحاجات دي، وان كل الناس اللي خدته في الستينات والسبعينات ما حصل لهمش اي حاجه، ونسبه حدوث الاورام ما زادتش زيهم زي الناس العاديين، فبالتالي بدا يستخدم الفتره دي بقوه في علاج زياده النشاط. طيب انا عايز احدد نفسي ادي ازاي، بنعمل خطوه بقى بعد معدل امتصاص اليود المشع، المسح الذري. المسح الذري ده يفرق لي هل ده زياده غده ولا عقد معينه هي اللي بتفرز، ولا عقده واحده هي اللي بتفرز. فدي فحوصات المطلوبه. في فحوصات ثانيه، فحوصات عامه يعني بنعملها مهمه جدا سواء في العلاج او في متابعه العلاج، يعني مثلا صوره الدم. وانا بدي اي مريض بياخد علاج زياده نشاط الغده الدرقيه، الكاربيمازول والسيروسيل والكلام ده، مهم جدا ان قبل ما ابتدي له العلاج في حاجات مهمه لازم اعملها له قبلها. اعمل له صوره دم كامله، واعمل له انزيمات الكبد. ليه الكلام ده؟ لانه من ضمن الاعراض الجانبيه، صحيح ما بتحصلش كتير لكنها بتحصل، يعني 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 اول حاجه لازم اكون عارف الاساس بتاعه، عدد كرات الدم البيضاء كام وانزيمات الكبد كام، عشان وانا بدي علاج بعض المرضى نسب زي ما قلت نسبه قليله، بعض الناس كاتبه واحد لكل 200 حاله، في بعض الكتب كاتبه واحد ل 500 حاله، واحنا فعلا ما بنشوفهاش كتير، بيحصل نشاط عدد كرات الدم البيضاء بيقل جدا مع العلاج، لدرجه احيانا قد تستلزم ان انا ابطل العلاج خالص. ففي الحاله دي لازم اكون عارف في الاول، مش مثلا ايه اعملها بعد ما ادي العلاج ما انا مش عارف الاساس كان كام، لما اكون عاملها في الاول فاعرف والله عدد كرات الدم البيضاء بتاعته 5000، اديت دواء لقيتها نزلت قوي وصلت 2000 وفي خلايا اسمها جرانيولوسايت نزلت تحت ال 1000، لا يبقى الدواء، يبقى ده تاثير من الدواء، ده عرض جانبي من الدواء غصب عني اللي بيحصل، فبالتالي يستلزم ان اوقف الدواء. او المريض يكون عنده انزيمات الكبد عاليه، بحكم ان احنا بيئه فيها طبعا فيروسات وفي انزيمات الكبد دايما عاليه، لكن لازم نعرف ان زياده نشاط الغده الدرقيه لوحدها بتزود انزيمات الكبد، واحيانا اول ما نبدا علاج الانزيمات تستقر وترجع لطبيعتها. فانا لو مش عامل الانزيمات من الاول هبقى محتار، يا ترى الانزيمات دي عالت بسبب الدواء ولا عالت بسبب حاجه ثانيه؟ لانه برضو من ضمن الاعراض الجانبيه اللي بتحصل في عدد قليل من المرضى، عدد قليل عشان الناس ما تقلقش، عدد قليل من المرضى انه احيانا يحصل ارتفاع في الانزيمات وارتفاع في نسبه الصفر، ودي الحقيقه ما بنشوفهاش الا قليل جدا، لما المريض يعني هو حظه كده مجرد ما بيدي العلاج بيحصل يعني ارتفاع شديد في الانزيمات وارتفاع في نسبه الصفر، فخلاص ساعتها بنقول له العلاج الطبي كده مش هيناسبك، لازم نشوف سكه ثانيه من السكك اللي عندنا اللي هي اما بقى نلجا للجراحه او نلجا للعلاج باليود المشع. طب صوره الدم مهمه في عين نقص الغده؟ مهمه في ايه؟ نقص الغده دايما بيبقى عنده المريضه عندها انيميا. طيب معانا اتصال، معانا ام مؤمن من المنيا، اهلا وسهلا. السلام عليكم. علي واسمح لي. اتفضلي يا ام مؤمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علي يا محمود لو سمحت يا دكتور. اتفضلي. انا من المنيا. اهلا وسهلا، اتفضلي.
انا عامله الغده الدرقيه من 22 سنه. عامله استئصال كلي ولا جزء منها يا ام مؤمن؟ لا متهيألي هو الدكتور شاف الاسبوعين اللي فات جلد جزء بس. طيب تمام اتفضلي. فانا قادلي دلوقتي حوالي سنتين بيحصل لي اغماء حوالي خمس مرات في اليوم. وبيحصل لي ضربات سريعه وما بنامش الليل خالص جلج. وزنك نزل في فقدان في الميزان؟ لا بيزيد يا دكتور. ها؟ بيزيد وانا مش عايزه الزياده دي. طيب انت اخر مره عملت تحليل في الغده الدرقيه من حوالي اسبوعين والدكتور كتب لي نوع برشام كربيمازول واندرال وابيمول. طيب هو انت بصي يا ام مؤمن، لما عملت الغده الدرقيه من 22 سنه كان فيها زياده افراز ولا ما تفتكريش حاجه زي كده؟ لا كان بيحصل لي اختناق. طيب ماشي، هو خلاص يعني انت كده اتشخصتي على ان دي زياده غده درقيه. ايوه عندي طلع في التحليل نشاط زياده في الغده الدرقيه. تقدري تقولي لي التحليل يا ام مؤمن ولا صعب؟ يعني تقولي لي تي اس اتش كام والفريتي فور كام ولا صعب؟ لا ما اخدش. طيب خلاص ماشي. انت سؤالك ايه يا ام مؤمن دلوقتي؟ سؤالي ان انا تعبانه جدا جدا يا دكتور، انا ما بنامش الليل والعلاج مش جايب نتيجه. وقلبي بيغمى عليا وعندي اضطرابات سريعه. لسه بدا العلاج ده من اسبوعين يا ام مؤمن مش لا كده؟ لا يا دكتور. لا ده انا حللت مرتين، ده انا العلاج ده اديله حوالي 3 4 شهور فيه. بتاخدي جرعه قد ايه من الكربيمازول؟ ناخد اندرال. لا سيبك من الاندرال. الكربيمازول بتاخدي منه جرعه. ناخد برشامتين كل 3 مرات في اليوم، يعني 6 حبات في اليوم. ايوه. طيب انت لما خدتيه اول مره حللتي؟ ايوه حللت تاني. وحللت تاني طلع النشاط زي ما هو زايد. ما بتاثرش بالعلاج يعني؟ لا العلاج مش جايب نتيجه خالص. طيب حاضر، انت سؤالك الخطوه اللي بعد كده ايه؟ تعملي ايه بعد كده؟ ايوه وامشي على العلاج ايه عشان انا تعبانه جدا. طيب انت منتظمه يا ام مؤمن على الكربيمازول؟ ايوه يا دكتور منتظمه عليه. ايوه يا دكتور. طيب انت وزنك كام كيلو؟ انا وزني حوالي 87. طيب حاضر اجاوب حضرتك. حاضر شفاك والله يا دكتور، انا تعبانه جدا. حاضر جدا. حاضر. انا هسمع اللي هقفل معاك وهسمع. حاضر هجاوب حضرتك. حاضر. طب شكرا. حاضر. يا دكتور شفاك الله عافاك. طيب اذا احنا بنتكلم في صوره الدم، هل هي مهمه في مريضه نقص الغده؟ مهمه، لان طبعا نقص الغده من الحاجات اللي بتعمل زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت انيميا. وقلت لكم ان في بعض الناس بتبقى من درجه نتيجه النزيف اللي بيحصل من الرحم بيحصل لها انيميا شديده جدا توصل لدرجات عاليه، ومهما ندي علاج للانيميا ما تصلحش الا ما تصلح الغده. الحاجات الثانيه اللي بنعملها سواء في نقص الغده او زياده الغده، نقص النشاط او زياده النشاط، اللي هي رسم القلب او الموجات الصوتيه على القلب، والاثنين لانه دايما في تاثير مباشر للغده الدرقيه على القلب. حتى الكلمه المشروع عندما تكلم الايه الغده الدرقيه لابد ان يسمع القلب، يعني ده مثل، دي ترجمه الانجليزي بتاعه، يعني ان دايما طالما الغده الدرقيه حصل فيها زياده نشاط او نقص نشاط على طول الكلام ده بينعكس على القلب، لان ده هرمون النشاط واكتر عضو فيه نشاط وفيه حركه ودايما شغال القلب. لو حصل نقص غده ضربات القلب تبقى هاديه جدا، رسم القلب تبقى ضربات هاديه في العدد وهاديه في القوه. واحيانا يحصل تجمع نتيجه مواد بروتينيه بتتكون، فيحصل سائل في احتشاء في الغشاء التاموري، الغشاء اللي هو مبطن القلب، تلاقي فيه ميه حوالين القلب. العكس يحصل في زياده النشاط، ده هرمون نشاط زايد فيخلي ضربات القلب سريعه جدا، يعمل درجات مختلفه من درجات اللخبطه في الضربات، اشهرها الذبذبه الاذينيه، عدم انتظام في ضربات القلب، والقلب يفضل يتحمل الهرمون لفتره، بعد شويه يحصل ضعف في عضله القلب لو الموضوع ما اتصلحش بسرعه واتدخلنا وصلحنا الغده. يمكن احنا لسه سامعين ام مؤمن بتتكلم على ضربات القلب السريعه والاغبيات والكلام ده، لان زي ما قلت له تاثير مباشر، سواء لما يبقى في نقص الدنيا تبقى هاديه زياده عن اللزوم، او في زياده نشاط تبقى الضربات سريعه زياده عن اللزوم. طيب لكن المهم بقى في طريقه تشخيص الغده الدرقيه دايما نعتمد على المعامل الكبيره، لان بيحصل هي اخطاء كثيره جدا. الفريتي فور بالذات من الحاجات اللي بتلاقي المريض لو عمل، كان في طرق كثيره لعمله وبتلاقي في اختلافات شديده بين الطريقه دي والطريقه دي والطريقه دي، والحقيقه بدات تنزل طرق جديده ومكتوبه، ونتمنى ان كل المعامل تاخد بيها عشان تقلل لنا الاختلاف الكبير اللي بيحصل في الفريتي فور. عشان كده احنا دايما لما بتحصل نتيجه بناخدها بحذر شديد، لو الاعراض دي التحليل ده ماشي مع المريض ولا مش ماشي، لو مش ماشي بنعيد التحليل تاني عشان برضه نتاكد، عشان ما نديش علاج لفتره طويله، خصوصا لما نعرف دلوقتي
ان العلاج اللي احنا بنديه اللي احنا سمعناه دلوقتي ونقول غير الكربوزول والحاجات دي ادويه مثبطه لجهاز المناعه، لان انا عندي خلل في جهاز المناعه فعايز اهديه، فبدي دواء شديد له اعراض جانبيه وزي ما احنا قلنا دلوقتي بالنسبه لكرات الدم البيضاء وبالنسبه لانزيمات الكبد، فما ينفعش اديه ويطلع في الاخر التشخيص مش مظبوط، فلازم ان اطبق التحليل اللي قدامي على المريض عشان الامور تبقى ماشيه كويس. الحاجه الثانيه في التحليل، ودي اتمنى من اخواننا في المعامل ان هم ياخدوا بالهم منهم، ان يعني لكل مقام مقال. انت مريض جاي يحلل، ما ينفعش ان احط لسته ارقام لكل المرضى. مريض سيده جاي لك حامل، لا، نسبه الهرمونات، نسبه هرمون الغده في الحامل غير اللي غير الحمل. يعني ما ينفعش اقول التي اس اتش 5 اقول لها طب ده طبيعي، لا، المفروض ان احنا بنكتب الارقام ان في الحمل الطبيعي بيبقى كذا، في غير الحمل الطبيعي بيبقى كذا، تختلف باختلاف السن. ما ينفعش مثلا طفل عنده شهور احط له نفس النسبه عن سن كبير، فيا ريت دايما تحطوا الارقام الطبيعيه على حسب المريض بتاعك، مش مجرد انت خدت عينه من المعمل وتروح مطلعها ومطلع نفس النتيجه لكل المرضى، لان ده مهم جدا من الحاجات اللي فيها اختلافات كتير في الغده الدرقيه. معانا اتصال، معانا الاخ عاطف من السعوديه، اهلا وسهلا، اتفضل يا اخ عاطف. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمعت، انا كانت زوجتي عندها زياده افراز الغده الدرقيه. شفاها الله وعافاها، اتفضل. وبعدين هي يعني تكرر كده، يعني بيجي لها وبتاخد النيوميركازول بترجع تبقى مظبوطه وبعدين بترجع تاني. لا يعني هي، بص يا حاج عاطف، هي بتاخد وبعدين بتقلل الجرعه تدريجي ولا بتاخد وبعدين تبطل؟ بتقلل الجرعه تدريجي. ايوه. يعني هي مثلا بدات بجرعه كام وانتهت على جرعه كام؟ بتاخد انقطع الاتصال. طيب حاول اتصل بينا يا استاذ عاطف تاني كده. طيب احنا قلنا دي الفحوصات اللي احنا بنعملها وبنحاول نوضح كل تحليل او كل فحوصات قيمتها ايه، امتى تزيد وامتى تقل. في فحوصات تانية مرتبطه بالحجم اللي هي الموجات الصوتيه على الغده، ودي مهمه جدا لانها بتديني فكره عن شكل الغده، اخباره ايه، الغده الليمفويه اللي في الرقبه اخبارها، هل الغده دي ضغطه على القصبه الهوائيه ولا مش ضغطه. ومهمه جدا برضو من الحاجات المهمه بالذات طبعا في زياده نشاط الغده، ان احنا احيانا او في التضخم الغده، يعني ممكن يكون الموضوع نيجي نحلل التحليل في الدم نلاقي الهرمونات الغده الدرقيه كويسه، الافراز طبيعي، بس الخلل في الحجم نلاقي فيها عقيدات موجوده. واحيانا كتير نلجا لحاجه معظم المرضى ما بيحبوهاش وبيخافوا منها برضو، عشان عايزين نصحح المفهوم ده نتيجه للمفاهيم الخاطئه، ان لو خدت عينه من الغده مش عارف ايه اللي هينتشر، وكلام الناس بتردده وبتسمعه ملوش اساس طبي. لا بالعكس، اخذ عينه من الغده الدرقيه بيريح المريض من انه يعمل عمليه من غير لازمه. وبيحصل كتير جدا ان مرضى، يمكن احنا في الحلقه الماضيه اتصل بينا احد الاخوه من الكويت وقال لنا انه بعد ما شالوا بعد ما عمليه وشالوها بيرجعوا له احنا لازم نشيل تاني. وطبعا عشان يعمل عمليتين ورا بعض في مكان زي ده في الغده الدرقيه في الرقبه تبقى العمليه صعبه جدا، لكن الاسهل ان ياخد عينه لو انا شاكك في نسيج موجود او عقده موجوده او عقيده موجوده، الاحسن ان اخد منها عينه واحللها وبعدين اخد القرار بعد كده مره واحده، اشيل اعمل استئصال كلي ولا استئصال جزئي ولا ما استئصلش خالص. فاذا موضوع اخذ عينه من الغده الدرقيه سهل بسيط، يا دوب زي حقنه ما منوش اعراض جانبيه، وحتى لا قدر الله لو في ورم ما بيعملش انتشار الورم ولا حاجه. اورام الغده الدرقيه يعني تقريبا من احسن الاورام اللي موجوده في انها بتطلع ببطء وما بتنتشرش، فما فيش خوف خالص من حكايه ان انا اخد عينه من الغده الدرقيه، ده بقى افضل 100 مره من اني اعمل عمليه وحاجه من الاثنين، يكتشف ان العمليه دي ما كانش لها لازمه، يكتشف ان لازم اعمل عمليه ثانيه. إذا موضوع أخذ عينة من الغدة الدرقية عايزين كل أحبائنا اللي بيسمعونا لما طبيب المتخصص يقول لهم عليها ما يخافوش منها، لأن دايماً في خوف مجرد ما بتيجي سيرتها على طول، زي الأنسولين كده لما بنيجي نقول لمريض السكر تلاقي المريض كش وخاف ويقول لك لا أنا مش واخد عينات والكلام ده، لا، الموضوع ده بيبقى حل بالنسبة لنا. إمتى كمان؟ لا، وأحياناً هو ده الحل بالنسبة لنا، ما نقدرش ندي قرار من غيره. لما تبقى مثلاً العقدة كبيرة شوية أكتر من 4 سم، أو مريض سنه صغير قوي، يعني عقدة عقد موجودة في مريض تحت 20 سنة وعنده 10 سنين، لا بنخاف احنا من الأورام في السن الصغير، أو سنه كبير قوي، أو في غدد ليمفاوية ظاهرة في الأشعة التلفزيونية، أو الغدة نازلة ضغط على غدد بتنقص، أو العقيدات نفسها في بعض المواصفات فيها إن الحدود بتاعتها مش متناسقة، فيها بعض التكلس، يعني بعض الظواهر كده اللي بتظهر في الأشعة التلفزيونية
اللي تشككني شويه في الايه في الغده دي، يا ترى العقيده دي ممكن يبقى فيها ورم ولا ما فيهاش. فالحاجه السهله انه باخد عينه واحللها وبتطلع لي نتيجه الانسجه. عندنا اربع خمس نتائج الانسجه، على اساس كل تحليل بنحدد ده تحليل الانسجه اللي بيطلع ده. اقول له لا انت ما تعملش حاجه مفيش مشاكل، هنعمل متابعه مثلا بعد ست شهور او سنه، ده لازم تعمل عمليه بسرعه، لا ده هنحطك تحت المتابعه يعني، وهكذا. لكن يبقى القرار واضح من الاول، لان دلوقتي الميل العام حتى في زياره النشاط العاديه، في زياره النشاط العاديه الاستئصال الكلي، فبالتالي ببقى اولى لما يبقى في اي شك في ورم ولا حاجه يبقى انا داخل العمليه جاهز عارف انا عايز اشيل ايه، واخد الموضوع خطوه واحده وقرار واحد عشان ما يرجعش فيه اعاده ايه رد تاني. في بعض الحاجات التانية في الفحوصات برضو زي الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي دي بنستخدمهم في حالات الأورام. في حاجة مهمة جدا كمان بنستخدمها في متابعة الناس بقى اللي عملت عملية فعلا، يعني لا قدر الله كان في ورم وتم استئصال كلي للورم، يعني شال الغدة الدرقية بالغدة الليمفاوية اللي في الرقبة، نظف الرقبة كلها. طيب أنا المريض ده عايز أتابعه، عايز أعرف نتيجة العملية أخبارها إيه. معانا اتصال الاخت هاله من بني سويف، يعني النهارده احنا الصعيد مشرف معانا. ماشي اتفضلي يا اخت هاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. انت بصحه وسلامه اكرمك الله. بعد اذنك، عندي طفل وجاني بعد 12 سنه، فارجوك تفيدني فيه بالظبط. ربنا يخليك. الغدد بتاعته الليمفاويه اللي هي تحت رقبته بتورم، اللي هم مكان اللوستين كده يا دكتور الاثنين. اتفضلي. اه فالمهم انا رحت طب دكاتره كتير، بس مش عارفه اروح لمين بالظبط تاني. يعني هي اللي في الرقبه معاها او حاجه. بص يا حاجه هاله، في الرقبه بس ولا في بيت الجسم؟ لا يعني تحت الرقبه بالظبط يا دكتور، مكان اللستين كده. يعني تحت الابطين، تحت الابطين، تحت الابطين او تحت، ما فيش، شايف الرقبه بس. بيجي والحراره بتاعته بتسخن، بيسخن خالص لمده مثلا بتاع مثلا 39 ونص 40، وبياخد مضادات حيويه كتيره جدا ومش نافعه معاه. طيب انت عملتي له صوره دم يا اخت هلا؟ اه عملتها له يا دكتور، وهم بيقولوا لي النسب بتاعته مش مظبوطه وعاليه، بس انا مش عارفه اجرى التحاليل. لا استني بس، يعني ان عاليه يعني ايه؟ لا ايه اللي عالي فيها؟ يعني بعد الدكتور ما شاف صوره الدم قال لك ايه؟ الدكتور قال لي ده عنده التحاليل بتاعته عاليه. التهاب في الغده النخاميه بتاعته. لا نخاميه ايه بس؟ الليمفاويه تقصدي؟ نعم؟ التهاب في الغدة الليمفاوية؟ اه الغدة النخامية. هو انت عملت ايه؟ وخد اساسا التهاب في الغدة، وهو اساسا خد بتاع حاجات ترفع المناعة بتاعته وبتاع، بس مش نافع، اللي هو برونكو فاسوم ده مش عليه ثلاث شهور وبتاع. الالتهاب متكرر يا دكتور، اي حد يعطس في وشه الاقيه ياخد مضادات حيوية كثيرة، وارتفاع في درجة الحرارة شديد جدا. طيب بس وانا معايا التحاليل ايوه، بس مش عارفه اقراها الصراحه. طيب لو انت جنبك حد يقراها ممكن تكلميني بعد الحلقه، بس عشان ما نخشش في لغط، لان انت دلوقتي بتقولي الغده النخويه مالهاش دعوه بالموضوع ده خالص. انت حضرتك بتتكلمي على الغده الليمفاويه في الرقبه، بعيد عن موضوع الغده الصماء خالص. دي غالبا ميكروب، وانت عملت صوره دم. انت هو صوره الدم دي انت طلعتي منها الغده النخاميه ازاي؟ الغده النخاميه دي هرمونات، بتحلل هرمونات. هل انت حللت هرمونات؟ ولا حللت صوره دم عاديه؟ طيب يا ريت يا اخت هاله تكلميني بعد الحلقه، خدي رقم الكنترول وكلميني، ولو في حد جنبك يقدر يراني التحليلات ان شاء الله نقدر نطمنك عليه، ربنا يخليه لك ان شاء الله. طيب احنا بنتكلم على المتابعه بعد الغده، بعد استئصال الغده الدرقيه اللي هو الجلوبلين الدرقي ده، بنهتم بيه جدا في متابعه نتائج العمليات. المفروض ان بعد ما شلت كل انسجه الغده، الجلوبلين الدرقي ده عباره عن بروتين زائد يود بيطلع من حويصلات الغده الدرقيه، فالمفروض لما نستأصل ما يبقاش موجود خالص، يعني الجلوبلين الدرقي ده ما يبقاش موجود. طب لو بعد ما عملنا العمليه واحنا بنتابع لقينا الجلوبلين الدرقي ده موجود وبيزيد، تبقى دي علامه من علامات ان في اجزاء موجوده لسه في الغده الدرقيه، لان احيانا ما بتبقاش الغده الدرقيه نفسها موجوده، لكن في حاجه اسمها انسجه درقيه موجوده في اماكن ثانيه بتفرز نفس الايه؟ نفس الهرمونات. ده تقريبا يبقى ده ارتجاع في الورم. العلاج بيختلف اختلاف كلي من مريض للتاني. انا قبل ما ادخل في موضوع العلاج بس هجاوب على الاتصالات عشان خاطر بس الوقت. الاخت سميه اللي اتكلمت من الاقصر كانت بتتكلم على قصور غده درقيه. طبعا يا اخت سميه، اختك حملت وخدت الالتروكسين اثناء الحمل وفي جنين في بطنها، فاحنا ما خفناش الحمد لله. وده اللي احنا كنا لسه هنقوله دلوقتي، ان ده علاج تعويضي، يعني حاجه ناقصه في الجسم تاخد مكانها، فلا في خوف منه في الحمل ولا في خوف منه بالتالي في الرضاعه. ده احنا احيانا في الحمل، يمكن احنا قلنا لو انت حضرتك تابعت قبل كده حلقات الغده الدرقيه في الحمل، بنزود العلاج اثناء الحمل، دي الحاجه الوحيده، الاستثناء الوحيد. شوف احنا كنا لسه بنقول دلوقتي القاعده لا تعديل بدون تحليل،
الا الاستثناء الوحيد هو الحمل. يعني لو سيده بتاخد هرمون غده درقيه 100 100 100 مايكرو وحملت مسموح لها انها تخليهم 125 قبل ما تحلل، ده الاستثناء الوحيد، يعني مسموح لنا ان احنا نزود من غير ما نقلل، فبالتالي مفيش خوف في الرضاعه خالص تكمل. المهم ان التحليل التي اس اتش بتاعها يكون منضبط. الاخت ام يوسف اللي كانت بتسال اللي يعني بالنسبه لطول لبدها، هو طبعا طالما في تاريخ، ايوه طالما في تاريخ في العيله عيله الوالد قصر القامه، فاحنا بنعمل بس ممكن تعمل اشعه على ايده نشوف البون ايج او العمر العظمي له، لو هو كويس خلاص. لو الولد فعلا قصر القامه بتاعته واضح سهله جدا، هنعمل هرمون النمو وبنعمله صايم وبعد التنشيط، طلع كويس خلاص يبقى احنا ماشيين فيش اي مشاكل، دي حاجه وراثيه ما فيهاش حاجه. طلع فيه خلل وتعملي معاهم التي اس اتش وهرمون النمو يا ام يوسف اسمه الجروس هرمون صايم وبعد الاكل بعد التنشيط اسف والتي اس اتش. الاخ ابو عمر دي الام في البطن وانت عملت اشعه يا ابو عمر وما فيهاش اي مشاكل خالص، ودي قولون عصبي هيجي ويروح مع العلاج. اذا انت خدت علاج القولون استريحت عليه خلاص، ما استريحتش عليه والاحتمال الثاني تبقى الام في عضلات البطن من بره. الاخت ام ايمن انا قلت لها هتكلمني عشان الهرمونات كتيره، وانا بس النقطه المهمه عشان لو ما اتكلمتش اللي هو العلاج النفسي يا ام ايمن، دايما لما بنيجي نقيم غده كظريه بنقيم الادرينالين ونور الادرينالين، اول خطوه في التقييم ان نوقف كل الادويه اللي بتاثر، واكثر هذه الادويه اللي بتاثر على نسبه الدوبامين والادرينالين هي الادويه النفسيه، فنوقفها لمده اسبوعين وبعدين تعيد التحاليل بتاعتك عشان نصل الى تشخيص فيه. الاخت رشا عن الميكروب السبحي ده له علاقه يا رشا بالرجلين؟ الالتهاب ده لا قدر الله لو في حساسيه للميكروب السبحي وعمل حمى روماتيزميه فياثر على المفاصل، وانا يعني يمكن ده بعيد عن موضوع الحلقه شويه عشان الوقت، هم بيقولوا لي باقي خمس دقائق فممكن انا اجاوبك عليه بعد الحلقه ان شاء الله. الاخ سيف اللي هو ابنه عمل تضخم في الغده الدرقيه وفي عمل استئصال، هو دلوقتي انت ماشي خلاص بصرف النظر عن الموضوع انت شلت ليه عشان انت مش يعني عشان الحجم، لكن دلوقتي حضرتك هو بياخد الالتروكسين 50 الهرمون بتاعه 7 و53، هتزود هرمون الالتروكسين ده، يعني اذا كان بياخد الالتروكسين قرص كل يوم من ال 50 اخ سيف هتخليه كل يوم يوم ياخد قرصين ويوم ياخد قرص، يعني يوم ياخد 100 مايكرو ويوم ياخد 50 وتحلل تاني التي اس اتش عايزينه ينزل تحت الخمسه، يعني كده التروكسين هياخد قرصين على الريق قبل الفطار بساعه بالتبادل مع قرص، يوم قرصين ويوم قرص عشان ما نديش قرصين يبقوا زياده عليه. دي الخطوه اللي هتعملها دلوقتي حضرتك من النهارده انك انت تزود قرصين يوم قرصين ويوم قرص وبعدين تحلل التي اس اتش، لقيته بقى طبيعي خلاص يبقى احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح ان شاء الله، وتكمل على كده يبقى ده علاج تعويضي مدى الحياه. الاخت ام مؤمن اللي هي عملت الغده الدرقيه من 22 سنه غالبا ما شالتش كميه كبيره عشان كده دلوقتي بقى الاتجاه في الغده الدرقيه عشان نشوف بعد السنين الطويله دي حصل ارتجاع تاني في النشاط فاضطرت انها تاخد علاج بعد ما عملت العمليه. فعشان كده دلوقتي الاتجاه العام ان اللي بيعمل استئصال غده درقيه نتيجه زياده نشاط بيعمل استئصال كلي يشيل كل الغده كلها وياخد علاج تعويضي بعدها. انت يا ام مؤمن دلوقتي نصيحتي ليك الاول لان انت عملت عمليه عشان قلنا عمليه ثانيه صعبه على الاقل دلوقتي، فتزودي جرعه الكارفيمازول، انت بتاخدي 6 حبيات احنا مسموح لنا لغايه 12 قرص، فانا انصحك تاخدي 4 قراص 3 مرات في اليوم وتستمري على كده 6 اسابيع وتحللي تاني مع الاندرال. طبعا الاندرال علاج اعراض بيهدي ضربات ويهدي برضه هرمون الغده، لكن هو العلاج الاساسي هو الكارفيمازول، لان انت عامله عمليه قبل كده فحكايه ان احنا نلجا لعمليه ثانيه هيبقى صعب، على الاقل لازم يعني نستنفذ جهودنا شويه في ان احنا نزود العلاج الطبي، فخدي الكاربيمازول 4 اقراص 3 مرات في اليوم ونقيم ان حصل استجابه. ودايما الاستجابه بتاعت الغده الدرقيه بتاخد وقت شويه، يعني احنا ما بنقيمش نجاح العلاج او فشله قبل 3 شهور، فانت رجاء هتصبري شويه تاخدي جرعه كبيره لغايه ما ندخل في استجابه، لما ندخل في استجابه هنخفف العلاج بعد كده ان شاء الله. الاخ عاطف اللي هو كان بيقول فيه زياده افراز للملاءه الغده الدرقيه وبيحصل ارتجاع، بس هو يمكن ما كملش الاتصال معنا، لكن احنا هنجاوب او ان شاء الله عاطف يمكن لو تتابعنا ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله هيبقى نتكلم على الكلام ده بالتفصيل. الناس اللي بتاخد علاج زياده نشاط الغده الدرقيه 50% منهم بيخشوا في سكون، يعني يخشوا في سكون ونقلل الدواء، نص ال 50% دول بيخشوا في سكون دائم خلاص خدت العلاج وانتهت، نصهم خلال سنه او سنتين بيحصل ارتجاع فبنرجع نعاود العلاج الطبي تاني. ان حصل ارتجاع تاني يعني هي خدت العلاج بس تاخده يكون بجرعه منتظمه من 6 ل 12 قرص
ومنتظم عليه يوميا ويحصل استجابه وبعد ما نخفف الجرعه يعني يكون العلاج تم بطريقه صحيحه ما يكونش فيه استعجال في سحب الجرعه او تكون مجرد ما خدت وحاسس ان الاعراض بتاعتها استريحت تروح مبطله او بخففها الجرعه. ان كان العلاج تم بطريقه صحيحه ومع ذلك حصل ارتجاع في الحاله دي، في الحاله دي نبدا نفكر على حسب حجم الغده بتاعها، هل الغده كبيره حجمها كبير، هل في جحوظ في العين، نبدا نفكر في الطريقتين التانيين، العلاج الجراحي او العلاج باليود المشع. ان كان التضخم مش كبير ومش عقدي وما عندهاش جحوظ في العين ممكن نفكر في العلاج باليود المشع. ان كان الموضوع لا حجم كبير وتضخم عقدي في عقد كثيره وفي ضغط على القصبه الهوائيه يحب العلاج الجراحي اقرب ليها. وان شاء الله يمكن ان شاء الله الفقره اللي الحلقه اللي جايه ان شاء الله هنتكلم بقى على الحقائق والاوهام في العلاج ان شاء الله المره الجايه. الاخت هاله ليها ابنها ربنا يخليه لها عنده 12 سنه. انا بس لامس في كلامك يا اخت هاله عشان طفلك الوحيد يعني في درجه من درجات الخوف والقلق والتوتر، واحيانا قلق الام وخوفها زياده عن اللزوم بينعكس على صحه الطفل، فببدا الام مركزه زياده عن اللزوم مع الولد، مش مجرد ان تيجي له نزله برد او يجي له التهاب في الوزتين او يجي له اي التهاب في سنانه تعمل غدد لمفاويه ان احنا نخاف. احنا الموضوع مطلوب التقييم بهدوء، ان انت تعملي له صوره دم، صوره دم ونشوف الدنيا اخبارها ايه. صوره الدم كويسه، ما فيش اي خلايا غريبه، ما فيش اي مشاكل، خلاص يبقى ده التهاب عادي. الغدد الليمفاويه ده جزء من جهاز المناعه، فالله يكرمك يعني انت تهدي كده ونقيم الموضوع بهدوء، لان انت دخلتي بداتي بالليمفاويه ونهيتي بالنخاميه، ما اعرفش ايه اللي دخل النخاميه في الموضوع يعني. فانت اذا انت محلله فعلا اي هرمونات ممكن تتصلي بيا بعد الحلقه تبلغيني بيها، لكن لو الموضوع على الشكل اللي حضرتك وصفتيه ان ده غدد ليمفاويه بس في الرقبه وبتيجي كل شويه وخد اللي هو الفاكسين عشان يزود مناعه جسمه، ده كله كلام بسيط ان شاء الله، وصوره الدم مع سرعه الترسيب تطمنك ان شاء الله الموضوع ده التهاب في الغدد الليمفاويه مفيش منه خوف ومفيش منه قلق ان شاء الله. احنا كان جزئيه العلاج اللي هنتكلم فيها هنفرق بين العلاج نقص الغده وزياده الغده، ده يمكن عشان هياخد وقت بالتفصيل شويه لان معظم اسئلتنا النهارده كانت على العلاج، ده هياخد جزء تفصيلي شويه هنتكلم فيه ايه الفرق بين علاج نقص الغده وايه الفرق بين علاج زياده الغده عشان الناس يبقى واضح ده بيعالجوا الغرض وده بيعالجوا الغرض. مريض شايل غده زي اللي اتصل كده ابو يوسف اللي اتصل عشان ابنه او الاخ سيف اللي اتصل عشان ابنه، ده خلاص انا شلت فبدي علاج تعويضي، حاجه ناقصه في الجسم بدي مكانها، فببدا بجرعه صغيره وازود تدريجي لغايه ما اوصل للجزء اللي انا لغايه ما اوصل للتي اس اتش يبقى مظبوط. وصلت للتي اس اتش مظبوط بكمل العلاج، لان في ناس بتاخد اول ما التي اس اتش يتظبط تقول لك خلاص هو اتظبط كده ابطل العلاج، لا ده مش علاج ومفيش ومش هرمون يخوف يعني. في برضه بعض السيدات اللي يحصل حمل تقول لك اصل ده هرمون وممنوع في الحمل، لا مفيش ده لسه قايل من شويه ان احنا في الحمل بنزود الهرمون، لان في فرق بين ان ادي علاج هرموني حاجه بديها زياده للجسم وبين علاج تعويضي هو الجسم نفسه ما فيهوش الهرمون والهرمون ده لازم لحياه البني ادم. تمام؟ فان شاء الله باذن الله هناخد الجزء بتاع العلاج ده بالتفصيل الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله اللي تكون هنتكلم فيها على الحلقه الخامسه من الغده الدرقيه حقائق واهم. تركيزنا المره الجايه ان شاء الله هيبقى العلاج. سعدت جدا بوجودي مع حضراتكم، سعدت جدا بتواصلكم معانا. سعيد ان شاء الله النهارده ان انا اكون ليا الفرصه ان انا اقول لكل مشاهدي واحبائي قناه الرحمه كل عام وحضراتكم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. اتمنى ان شاء الله ان ربنا يجمعنا العام القادم على عرفات، تكون بلدنا في احسن حال ونكون وضعنا اقدامنا على الطريق الصحيح، يكون ربنا جمع شملنا ولم فرقتنا. متعكم الله جميعا بالصحه والعافيه، حمى الله مصرنا الغاليه من كل الشرور والفتن، رزقنا الله الامن والامان وسائر بلاد المسلمين، الى ان القاكم ان شاء الله في حلقه قادمه ان قدر لنا الله البقاء واللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أغلى ثروتنا، والرحمة اسم ومسمى، أضحت مفتاح سعادتنا. للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيال.